بالنسبة للمعرض بشكل عام كانت الفكرة متاع جزئين، الجزء الأول المختص بالسياحة الداخلية ونضعه يعني ليبيا في خارطة السياحة العالمية، هذا كانت الواجهة الأولى للمعرض. الواجهة الثانية هي يعني تكون علاقات بين شركات في بعضها، يعني شركات ليبية مع شركات مثلا في تركيا في مصر في تونس في اندونيسيا، هذه الشركات المشاركة معنا في ليلة الله المغرب الجزائر ومصر، كل دول هذه يقدروا يديروا يعني خط نقل من هنا إلى الدول هذه، يعني سائح كيف نقول لك بيجيبوا مجموعات سياحية مع بعض بالضبط ذهب وإياب عليكم. فهذه من دورها أن تنشط السياحة في ليبيا وتنشط تعامل الشركات في بعضها يعني، وهذا هو بشكل عام. بالنسبة عدد الشركات المشاركة معنا كان حوالي 30 شركة بالمجمل، وبارك الله في الشباب كلهم اللي يساعدونا في التنظيم.